السلام عليكم يا أصدقائي، شكم شاء طيبين. عدنا لكم من جديد وياكم أخوكم يا ماتو. طبعا اليوم نزلت وار ثاندر موبايل، فهذا الفيديو نزل متأخر على قناة اليوتيوب، لكن اليوم طريقة تحميل وار ثاندر موبايل على أجهزة الأندرويد فقط، يعني هاي النسخة بيتا مفتوحة إلى جميع اللاعبين. رابط التحميل قناة التليجرام بالوصف أو بالتعليق المثبت، تدخل على قناة تلقى الرابط مثبت مثل ما تشوفونه، طبون عليه وتنزلون اللعبة. فمثل ما تشوفون هذه اللعبة جدا ممتازة، جرافيك وثلاث مودات بها، طائرات ودبابات وسفن. فتجربتي للعبة كلش ممتازة. اليوم طبينا تيرا ثري طبعا وجبنا دبابة سوفيتية. فمثل ما تشوفون نزلنا جيم، راح نبدي نلعب لعبة وار ثاندر. طبعا اللعبة يا أصدقائي جدا ممتازة من ناحية جرافيك وواقعية بيها بشكل حلوة، يعني واقعية عامة جدا جميلة باللعبة. فما دام هي بيتا فأشي أكيد بالمستقبل راح نشوف أشياء أو إضافات جدا قوية باللعبة. فهذا العدو قدامنا هسه أبلع طار، يعني أول ضربة يطير. فنكمل الهجوم ونسولف لكم عن خصائص اللعبة. فبالبداية يا أصدقائي اللعبة كانت ألفة فقط للصناع المحتوى او للاعبين العاديين ايضا، لكن بسعة محدودة، يعني كانت فقط نسخة الالفة فقط اللاعبين محدودين، يعني الف لاعب يطبون للعبة فقط. فاليوم نزلت الاصدار البيتا، فهذا الاصدار مفتوح للجميع، الكل يقدر يلعب حاليا. ومثل ما قلت لكم رابط تحميل اللعبة بالوصف او بالتعليق المثبت على قناتي التليجرام، تقدرون تحملوها وتلعبون بها اشكيد ما تردون. فعن قريب راح يضيفون تقدر تلعبوا يا اصدقائك، يعني فهي اللعبة كلها اونلاين، يعني مو اوفلاين، اللعبة اساسا هي اونلاين كلها الوعي. فحاليا وصلتنا معلومات انه اللعبة فقط للاجهزة مال اندرويد، يعني بيتا فقط. وحاليا وصل عدد اللاعبين 80,000 لاعب بيوم واحد، 80,000 لاعب. يعني بالمستقبل راح نشوف لها شهرة كلش قوية. فمثل ما تشوفون هذه جرافيك والطائرة، طبعا بها انواع طائرات مو بس هذه، فجرافيك جدا راقي، عجبني كلش عجبني. فننزل الكاميكازي حركتنا الحلوة. لا صارت عندنا دائرة حمراء، ما نقدر نذب قاتل حر، ما نقدر للأسف. مو مشكلة انا عمتنا للأسف الشديد. فنكمل الجيم ابو التايجر. فمختصر الحديث يا أصدقائي، اللعبة كل ما تفتح دبابة جديدة كل ما يعطيك 4 دبابات، يعني يصير عندك 3 دبابات إضافية وي دبابة اللي عندك، فيصير عندك عدد 4. فكل دبابة ليفل، يعني ليفل داخل الدبابة مو ليفل مال اللعبة. يعني من تلعب بالدبابة كم جيم يصعد لك ليفل الدبابة، ليفل 5 9 دبابة جديدة، ليفل 10 دبابة جديدة، وليفل 15 أيضا دبابة جديدة. مع ذلك الاطلاقات مال اللعبة، كل هذه الامور وضحتها بقناة التليجرام، تقدر تشوفن توضيح كامل عن الدبابات وعن الاطلاقات ايضا. فدبابة تحتوي ايضا، اكو دبابة تحتوي على صواريخ وعلى قذائف ايضا، وهذه الاطلاقات اللي يعني نسميها احنا سموك، اطلاقات السموك الدخان ورشاش، يعني رشاش بيها وقذيفة. فصراحة يا أصدقائي لعبة جدا ممتازة، لا تفوتوها ما دام بدايتها، فشي أكيد لكل الناس هتلعب. فالآن نذب القصف. قول له هشنو ذبوا القصف علي يا شباب. طبعا اللقطة هذه تصير يمكن مرة حزنة يعني. فننزل بالدبابة الثالثة والثانية مالتنا. هذه الدبابة كلش قوية، يعني طلقة واحدة تشيل اكبر دبابة، كلش قوية. لازم الاطلاقات تكون صحيحة. فهسه ناخذ الطائرة ونروح نتواجه ويا الطائرات الاخرى. ساعدنا هذا، لازم نتجه شوي عليه حتى نقدر. احتمال وقعنا، والله وقع ده يدمجني. طخيته
حاول نجيبه. فلهنا وصلنا لنهاية الفيديو أصدقائي، أتمنى عجبتكم التجربة الشاملة لهذه اللعبة. اعطينا لايك وسبسكرايب من سبسكرايب للقناة، وإن شاء الله أنزلكم فيديوهات عن هذه اللعبة، وشكرا لكم جميعا.